الحمد لله على كل حال راح تنقص علينا ضغط كبير من حيث استهلاك الأكسجين ومن حيث ملء وتموين الأكسجين من طرف شركة لاند غاز، يعني من حتى نقدر نقوله حتى لعشرة أيام إن شاء الله باش تعاود تملأ الصهريج. كما راكم تشوفوا الآن الأشغال راهي قايمة الآن من أجل وضع حيز تنفيذ أو الخدمة لهذا الصهريج هذا، وإن شاء الله يكون